رئيس سوري بشار الأسد يظهر علنا وسط العاصمة سوريا دمشق عبر زيارته محطة كهربائية حيث هنأ العمال فيها بمناسبة عيد العمل. وقد أوضحت صفحة رئاسة سوريا على موقع فيسبوك أن الأسد قد زار محطة كهرباء الأمويين في حديقة تشرين في دمشق وهنأ سوريا وعمالها. وقد تزامنت هذه الزيارة مع وقوع انفجار في الوسط التجاري لمدينة دمشق أسفرت عن مقتل 13 شخصا غالبيتهم من المدنيين. يشار إلى أن آخر ظهور علني للرئيس السوري يعود إلى مارس حين زار مركز تدريب للفنون الجميلة وسط دمشق.